كوميشنكا دورشوينكا قرنكا سومالي لان ايا مانتا مقالادو عرقابي حرونتا قبل كسنة قده فوري مناسبة دادو فوريدا ديوان قلين تعود بحيا ياشا قبل كسنة وسيديد يلواتا قبشا نسي رسمة وقفر مدن تقود هان بدالك جمهوريات دا سومالي لان وحانا مناسبة داسي كسوا غيب قلي وزيرك وزارة دهورو مرين تحرير ميقا مسؤولين تا كوميشنكا مسؤولين تا حزبية دهير قران يقا سميال كسعودة حكومة دا سومالي لان وايل وحقرت ايا مدح دقامات كليه وقررنتين وحالكا سيكا اللي قدوميا كوميشنكا دورشوينكا ايه قبل كسناك يوليبا قدوميا كحيقينكا كوميشنكا دورشوينكا يهير قران يجيني رحمد عثمان حسن يغار كم دا مدح دقامات كي كواسو سيمي قلو سودو ويي مناسبة دا دو فريد دا دوانقلين تاسي كوميشنكا دورشوينكا قرانكا وكاشانا يا نبغى كيف قاعد سياسة إن دورشوينكا وحن ما تعلقنا كذا واقعنا ديفوفريدا حفلة ديفوفريدا ديوان قلنت دورشوينكا السنة كان لولا كون يلا بيلات حن تكو عصنا إن دمانتين إن إنا نحوك صارنا سيدت وينه إنه يصير ديوان قلنا هاي أول بنوا أوجي هاي إن ديوان قلنا لو ديار قلوا بيو تا أنا أقول هاي يمكن يسكت سيدر دارينا تدك استيوان قلنا يا أمانتا ديوان قلنت أفرنت هاي وحنك حصي على دور قلب أريد الحسوسين أيوه تتكيس ديوان قلنا يا أيوه حوي تتك أي داء ذو ذو قاعدشان يا طبعا مركي هو الداء ذو ذو ير أو جد إسكو ديوان قلنا واي كلا بعد استيوان قلنا يا أنا وحوي قف كي شانس أواي وقت أواي حالات كستوى كسبنا هذا يعني هو إسكو ديوان قلنا قفك صدحات الله بعين هاي نستوان قليانا وقف كارك كله ماي وأنا وجين مال الله مال كارك يسي كسر جي هاي إسلام مركان الراعي دهنا شروع دي لورد جاي قف كارك كله ماي إنه مره ككحجة أفراد استجنا لدوان قلين دهنا وحوي قف قف تي مركورة ودجنا كسر جوري أمان تدقمة دي ودقناك سو قورو دقمة كلاچوغا دقمة دا وحد الدقية هاي بو اسكو ديوان قلين ايا وحانا لغا ساري دونا وشيغ دونا مركي هورا ديوان قلين تالكي وكاكي شيري كا هورا لغا ساريا دقمة دو اسو قوري نوالغو ديوان قلين دونا وحاكلا اولا ديوان قلين دونا ويساقونا چانس كفا ايديسن دونا دادكي هاي استي شادو ينكي كوميلگار كاها أن كارك الله فتاين وقاته جاني سهلين دورشو إن كيني نوغو دنبه كعو ده شهادة ده كميلغار كا سيغن شهادة دينا واللغا حرين ايا ديب نوو اللو ديوان قلين كارك ايدي بقاضن ايا وحاكالو إسيغن استيوان قلين دونا دادكي استيوان قلية لبدا كوني اللحي وطبانكي إلا لبدا كوني اللباتك ديوان قلين تسو كان دنبه سي كار كيسي قادرين بكاد ديوان قلين خورنا الله سمعنا يا هدو ديوان قلين وحاكلا او لديوان قلين يا قفكي خورين لباچير اسكو ديوان قلين اي سيدانا اي كيكوكو كبتي كار كيسي خوري هدو قفكي كار كي كالو مي او ويسيدا هدو وحبا هشيگر انو كار كي كالو مي قف عصوب اسكادك او ویدا دو قف عصبان های دیوانگلی و حاکم گویانه یکار کیسه هر یکار دنبال بلبد و اصل گویانه من تمالین قربان تی مزان اونا یه مشرحیم بانونها و انتظار کی دیوان کشناین این آگوییه عد کی نین و عمل آن های ورمان تی دین دوده های انتظار کی دیوان کشدا هدایم نه اینا وعید که قرن که اما عید ما ذکر کن نوعی دیسته کل دوون وحنو الشغلة جدو طحينا نبت قليه ذي قود قانو بالعلنو وحنو بلغ غاذي نحن نبت قليه ذي قود قبل كالسناك وقبل بلغارنا إنانو إلالين دون نهدي لأهدنو لما نقوبها إيتاقيان وبلشادة كلنو لرير سناك وحنك عد سنايا وعد لير كلية هاي شغالها إذا مدى هل سور دويو وسوعا هلولا دقمو إنانو نقولنو قف قالوا وليبا أمان الالية مركي نرير سناقنا وحنو نرانا حقوق با نغم مغن لكن حقوق دينا إنقا اللوسكرين وحنو كل لوسكرين هدينو استيوان قلين ويني وقبل الله ترتمي يعينو ترتنكي كهدني دي وحصور تقال ماها
maanta way inaynu dhexda suunka ka xidhnaa maanta way inaynu nirahna aanba faydnay waxba hay farin way inaynu halka ay garadagna ugu shishayso ay meesha la raadharna ay ugu shishayso bulshada inta tira leegay masafada inta tira leego ku nool maanta cududeenii awoodeena way inaynu muujinaa waan galintana waxay muhiim u tahay berigii hore dadkeenu wax waran jiray ama Soomaaldu baa ay taadaa waa wax iska celiyo qoriyay roo doona bay oran jiray waan imi ka waa kaarti codaynta ay roo doona qorigi meesha uu ka baxay beri hore kaasun baa xalis ilaa mar hadeena wax iska celintaynin bal codowna inuu wax iska celinno cod Soomaali isaga tagmay wax iska celiyay halkii qoriga laga dooran jiray is register gare kii aad carootada ka footay maanta ku soo marto wuxuuba waa inta waxa halkan fariintayadu anagoo isla commissionkii fariintayadu ay tahay qof kasta oo jooga gobolka Sanaag ama qar ama Soomaaliland maa 82-ka waxa ka bilaabanaysa diiwaan gelintii cod bixiyayaasha hadaad fadhiday ka kac hadaad taagantahay orod hadaad meel fog joogtay ka soo orod hadaad xuduudka ka talaabsanayd soo gal waxa lagaaga baahan yahay gobol kasta tartan baa jira goboladu way tartamayaan meel kasta ay joogan hay sud diyaariyeen inay diiwaan gelinta ka qaataan mid mugle qof kasto muwaadin xaq wuxuu leeyahay inuu la doorto iyo inuu wax doorto taasina waxa ku suurta galaysaa in la qaato kaarka codeynta cid kasto markii hore ka habsantay ama aan qaadin habkii hanaanka maxay tahay diiwaan gelinta ama waqtiga aan gaarin waqtiga ku diiwaan ku qaadan lahayd kaarka waxaan leenahay ama maxay tahay ay tahay fariintayadu anagoo ah gobolkii aan ka soo jeegnay gobolka yeeg taraaga inta leegnay u soo galay in aan dadkii ku wacyigelino inay qaataan kaarka runtii cod bixiyayaashii aanay u suurta gelin sanadkii hore inay isdiiwaan geliyaan iyo kuwii aan qaan gaarin iyo haddii alaba ku roo yahay kuwii uu kaarku ka lumay intaba maanta diiwaan gelintoodii gobolka Sanaag iyo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland laga bilaabayo runtii xog baa la inoogu sharaxay waxaanu xoojinayaa runtii muwaadiniinta gobolka Sanaag wax badan baynu niraadnaa gobolkii ugu baaxadda weynaa gobolkii ugu Soomaali walaa ugu weynaa gobolkii awowayaasha baynu wax badan ku isweydiinaa oo niraadnaa maanta diiwaan gelinta waa doona waxa la yiraahdo cidba lama hayo maanta waxaanu inoo ka baahan yahay sidii aynu guntiga dhisha saga dhigilay reer Sanaagu oo maanta aan u lahayn waanta xisbiga taagneyn madax kale taagneyn taagantahay Sanaagu sidii Sanaag maanta uga mid noqon lahayd inay codbixiyayaasha ugu badan ay noqdaan waxaynu u baahanahay inaan isdiiwaan gelino hadaynu nahay gobolka Sanaag xukuumadana waxa looga baahan yahay meelaha ay looga baahan yahay nabadgelyada inay sugto layna xukuumadda xilku iyadu saaran yahay ciidamada boqolkiiba boqol baan u mahadnaqayaa xisbiyaduna maanta tartan dhexdooda ma jiro xaqiiqdii waa diiwaangelin waxa la rabaa in gacanta la isqabsado diiwaangelintu marka hore waxa weeyaan qof walba oo muwaadin reer Soomaaliland waa xaq u leeyahay in uu wax doorto iyo in la doorto labadaba hadaba procedure-kii uu xaq ku helayay ayay diiwaangelintu ka tahay qofka muwaadinkii hadaanu haysan kaarka codeynta xaq uma laha in la doorto iyo inuu wax doorto toona qof walba marka waa inuu ku dadaalo bulshada oo dhan ku dadaasho miyi ila magaalo sida ay xaq u heli lahaayeen oo aanay u waayeen ka gobol ahaan waxaanu aad ugu faraxsanahay in maanta aynu fadhino xafladan qaaliga ah aynu diiwaan gelinta dib ugu bilaabayno laakiin maanta waxa leenoo gol yahay inaynu sanduuqii ka raro meeshii dadku yaaleen aynu geyno waxa muhiim ah aan dadweynaha gobolka Sanaag halkan fariinta aan uga dirayaa ugu muhiimsanahay tahay arrinta wacyigelinta dhowr qaybood bay isugu jirtaa diiwaangelintu dhowrka qaybood waxay u baahan yihiin in si fiican loo fahmo sheegashada baaxad weynaantu waxba inoo tarimayso waa inaynu helaa ummad fara badan oo reer Sanaag ah oo isdiiwaangeliyey markaas aynu iskabayaan sheegashadii baaxad weynaanta dalka iyo tiradii dadka marka waxa laynu ka baahan yahay dhammaan in la iska xil saaro sidii aynu dadkeena u diiwaan gashan lahayn mid miyi jooga iyo mid magaalo jooga mid dhow iyo mid dheerba waxay ila tahay waa fariin
مرسل حكمة وي تي في قاعلم قاعد قوبتوك مقرد عرقابو.